بغابة الرعب وطريق مزروعة بالمفاجآت اللي بتوقف القلب. شكلهم كتير كتير معصبين وزعلانين. على كل حال محمود شكري، ميرال، رانيا، يلي بيرجع منهم رح نفرح معه ونفرح برجعته، واللي بيفل رح نزعله، وتصويتكم رح يخلص واحد منهم بس ويعطيه معنويات حتى يكمل المغامرة للآخر. مدام ميري مساء الخير. مدام ميري، سؤالي لقلك الليلة، قدي برأيك ضروري الطالب ينوع بالغناء قبل ما ياخد لون معين لقله؟ أكيد ضروري ياخد عدة ألوان، ليه؟ هيك بيتعلم كل لون، لو بحبه لو ما بحبه. لما بصير ياخد اللون المعين تبعوله
حالك. كيف لك؟ شكرا لك مدام ميري. منكمل سوا سهرتنا وهلا منرحب بالفرقة UTN1. شبابية مثل ما بنعرف ما بيطولوا بيفترقوا منهم بيروحوا سولو يمكن أو شيء. كيف حافظتوا على وحدتكم بعد هالفترة؟ صار لكم تقريبا 10 سنين سوا. طبعا أول شيء هلدن شكرت ونشكر ستار أكاديمي على استضافتهم وإلنا يعني. أهلا وسهلا. شكرا لكم. العملية تتلخص بكلمة واحدة. نعم. أو كلمتين. روح الجماعة. إحنا
تعودنا انه دائما نكون متماسكين. نعم. وابسط مثال على ذلك الروح الجماعه اللي بستار اكاديمي. نعم. لو ما انتم روحيتكم حلوه كان ما وصلتوا الى هذا النجاح اللي هسه وصلتوا له. يعني شكرا لك، ان شاء الله على طول تضلكم متوحدين هيك. اهلا وسهلا فيكم بستار اكاديمي على مسرح ستار اكاديمي، ومنتوقف هلا مع بريك ومنتابع بعده البرايم السابع مع ضيوفنا وطلابنا.